ابو شاي يا سلام، ابغى هذه قبل تغني ابو شاي، ابغى الله قولها. طبعا ترى عادي الواحد اذا غنى يعني او قصد يهتم بطبخه، يعني مو يغني ويخلي الامور تحترق. هذه معلومه على السريع. سمعنا يا ابو شايع. ايه يا سلام، انت لا تتهمني بشي وانا بري، من يشكك بحبي لك ذاب وافترى، وانا بتروح من ربي كسر ظهري، يا حياة الشقاوة ولا حياة الزرى، أحسب أني على حقي قوي وجري، شفتك تعامى وانت عينك ترى، وانت عينك ترى كيف قساك وقتك وانت عظمك طري، وش صار بغيابي كيف يا هل ترى، كيف يا هل ترى. يا سلام الله، يا سلام ابداع ابداع. انا قاعد اشوف يا ابو علي، ما ادري انت توافقني ابو مبارك، قاعد اشوف عند عبد الله الكيرعاني